السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام. فيديو جديد النهاردة إن شاء الله هعمل مع حضراتكم الكيكة بأسهل الطرق الممكنة. أنا معايا إن شاء الله كوباية من السكر الخشن، حطاها في البولة قدام حضراتكم وشغالة مع حضراتكم بالكوب المعياري. هنزل عليها بنص كوباية من الزبدة. عايزين تحطوا زيت ماشي، سمنة ماشي، بس الأفضل الزبدة. طبعا طعم الزبدة لا يقاوم. هضرب الزبدة مع السكر لحد ما يبقى كريمي وارجع لحضراتكم. بعد كده هبدا انزل عليها بيضتين ومعاهم ذره من الفانيليا وهضرب تاني. بعد كده هنزل عليها بنص معلقه صغيره من الخل، ذره ملح صغيره جدا، هضربهم ضربه خفيفه. بعد كده هنزل عليها بنص كوبايه من اللبن، بسم الله. وبعد ما حطيت اللبن حطيت كوبايه من الاكواب المعياريه دقيق، وهنزل عليها بمعلقه كبيره من البيكنج باودر وهضرب بالمضرب على السرعه الاولى من المضرب. بعدها كده هنزل بالنص كوبايه اللي فاضله معايا من الدقيق، بسم الله، واضرب تاني على اول سرعه من المضرب. زي ما حضراتكم شايفين كده ده شكل الخليط بعد ما خلصنا الكيك. طب لو احنا عايزينها فانيليا او زي بيضه كده زي ما هي هخليها كده زي ما هي. طب لو عايزينها تايجر هنعمل ايه؟ تعالوا معايا نعملوها تايجر. هقسم المكونات اللي قدام حضراتكم دي على جزئين بالتساوي وبعد كده نكمل الوصفه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين انا قسمت المكونات اللي معانا لجزئين بالتساوي. لو حضراتكم حابين تعيروها عشان تبقى بالظبط هيبقى كوبايه وربع وكوبايه وربع. هنزل بعد كده عليهم بالكاكاو على واحده بس منهم، هضرب تاني بالمضرب. بعد ما حطيت معلقتين كاكاو زي ما حضراتكم شايفين ده اللي النتيجه بتاعه الكيك. طب في اتنين اوبشن، ما انا مش هسيب كده الموضوع كده، لا، يا اما احط هنا معلقتين ميه مقابل معلقتين كاكاو اللي انا حطيتهم، يا اما احط على العجينه البيضاء معلقتين دقيق عشان يبقى الاتنين متوازيين ومتساويين في المقدار وفي المكونات. فالافضل ان انا احط معلقتين ميه على الكاكاو. بسم الله، ادي اول معلقه وادي المعلقه الثانيه، واضرب الكلام ده كله تاني ونبدا بقى نحضر الصينيه. وفي صينيه دهنتها زبده وبدرتها بالدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنشكلها ازاي. انا حطيت المقادير اللي معايا زي ما حضراتكم شايفين، حطيت كوبايه وكوبايه والكوبايتين متساويين مع بعض. هخلصهم وارجع احط تاني. هنقول بسم الله، هنحط مثلا حوالي نص كوبايه فانيليا، ادي نص الكوبايه، وفوقيها نص شوكليت. وارجع تاني احط جزء من الفانيليا ووراها جزء من الشوكليت، وهكذا لحد ما اخلص كل المكونات اللي معايا بنفس الطريقه. اخلصها ان شاء الله واوريها لحضراتكم. ده شكل الكيك بعد ما خلصته قدام حضراتكم. وطبعا انا مسخنه الفرن جنبي مسبقا على درجه متوسطه على الشبكه اللي فوق. هبدا احط الكيك لحد لما تستوي واوريها لحضراتكم ان شاء الله. استوى الكيك معايا زي ما حضراتكم شايفين، سبته لما برد وهدى وبعد كده طلعته وقدمته لحضراتكم. تعالوا بقى كده نقطع حته ونقول بسم الله. طبعا افضل تقطيع يكون بالسكينه المشرشره اللي هي بتاعه العيش دي. تعالوا كده نطلع حته مع بعض ونشوف دنيتها ماشيه ازاي. بس كده حضراتكم بين حضراتكم التايجر، ايه رايكم؟ ومش قادره اقول لكم بقى طعمها وجمالها، وفريش جدا وهشه جدا. بصوا كده حضراتكم معايا، بصوا كده معايا، شايفين السفنجيه ازاي؟ مش عايزه اقول لكم بقى وهشه وجميله. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع اسما فود.